احنا بنصور. اوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد واجابه اسئله كتيره. يا ترى انا ليه بعت الباريستا برو؟ يا ترى ليه جبت الروكت تحديدا؟ هل الروكت فعلا تستحق سعرها ولا لا؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض النهارده في فيديو جديد، فيلا بينا. بداية، اللي متابعني على اليوتيوب وشاف فيديوهات كتيرة قبل كده فهو اكيد عارف ان انا اصلا ذكرت في الريفيو بتاع الباريستا برو ان انا ما كانش في الخطة اجيب باريستا برو، ولكن انا ساعتها كنت عايز اجيب حاجة احترافية. ليه؟ لان بما اني بقيت صانع محتوى، واي صانع محتوى عايز يعمل ابجريد في المحتوى بتاعه او يحسن في المحتوى بتاعه فلازم يعمل تحسينات في الادوات اللي بيستخدمها. فطبيعي ان انا طول ما انا بعمل محتوى على اليوتيوب هتلاقوني بعمل ابجريد للادوات بتاعتي وبحاول احسن منها قدر الامكان. فدي نقطه. النقطه الثانيه، لاني مجبرا دخلت في سكه ان انا بقيم انواع قهوه، بقارن بين انواع، فعشان ادي لكل نوع حقه وعشان يظهر فعلا النوتس بتاعت كل نوع لازم تكون معاك تول قويه تطلع لك النوتس بتاعت كل نوع على حده. فانا كنت واخد القرار اصلا من بعد البيكلو ان انا كنت عايز اجيب الفي بي ام. ليه الفي بي ام؟ لانها كانت موجوده في مصر، ليها موزع معتمد زي شركه الصفا اللي في المنصوره، فيها كل الفيتشرز اللي انت محتاجها. ولكن ساعتها قابلتني مشكله ان هي كانت خلصانه عميد توكيل وما كانوش عارفين لسه هتيجي امتى. في نفس الوقت الباريستا برو كانت وصلت. ليه باريستا برو وليه في بي ام؟ ساعتها المقارنه وصلت معايا ليه ان الفي بي ام طبعا مكنه قويه جدا E61، وبالتالي هتحافظ لك على درجه الحراره، هتقدر تتحكم في الضغط زي ما انت عايز، تقدر تتحكم في الشوت زي ما انت عايز. ولكن من عيوبها كانوا ثلاث حاجات. اول حاجه صوتها عالي نسبيا وهي شغاله. النقطه الثانيه انها بتحتاج مينيمم 10 دقائق عشان تقدر تشتغل، وبالتالي انت لو محتاج تعمل شوت سريع مش هتسعفك خالص. والنقطه الثالثه والاخيره كان سعرها، في حين ان الباريستا برو كانت بتتميز ساعتها بان صوتها منخفض، انها باسكت 58 احترافي مدمج فيها مطحنه، شكلها شيك جدا وبتشتغل في حوالي دقيقه وتبقى جاهزه للشغل، وسعرها طبعا 9300 جنيه، فسعرها اقل بكتير من الفي بي ام. فاللي حمسني ساعتها ان انا اجيب الباريستا برو ان هي كانت توفرت خلاص في التوكيل، فقلت ليه لا اجيبها اجربها نعمل عليها ريفيو واشوف هل فعلا هتكمل معايا ولا هرجع تاني لنفس الفكر الاساسي واجيب حاجه بروفيشنال او احترافيه. وقد كان صليت استخاره ورحت جبت الباريستا برو واشتغلت عليها، وفعليا كانت من احلى الماكينات اللي اشتغلت عليها. انا صدقا يا جماعه لولا ان ما عنديش مكان زي ما حضراتكم شايفين انا ما كنتش هبيعها. ليه؟ لان انا ما زلت مصر وبقول انها تعتبر السهل الممتنع. مكنه بسعر 9300 جنيه، السعر ده لو جيت بصيت على اي ماشين سواء في مصر او بره مصر في رينج السعر ده وحاولت تقارن بين مميزاتها ومميزات الباريستا برو، اظن ان الباريستا برو هتكسب. الماشين دايما ذكرنا قبل كده حجمها مش كبير، وزنها مناسب جدا، الديزاين بتاعها اكثر من رائع في وجهه نظري طبعا، باسكت 58 ملي احترافي، تانك ميه 2.8 لتر، بي اي دي كنترولر، مطحنه مدمجه. هي المطحنه ممكن ما تكونش بروفيشنال قوي، ولكن اغلب الماشينز اللي بيبقى فيها مطحنه مدمجه بتبقى المطحنه مش بروفيشنال، ولكن اداء المطحنه دي زي ما ذكرت لو هتحافظ دايما على نظافتها فكان ادائها مرضي جدا بالنسبه لي. الماشين بتشتغل بسرعه، فيها شويه كده تكات وحاجات تحسها معموله بفن، زي مثلا الديسكيلينج اللي ذكرناه في فيديو قبل كده للي يحب يشوفه، سهل جدا في عمله. البرمجه بتاعه المطحنه، برمجه الزراير، الوكيل بتاع جاسترو باك حتى الان توكيل بصراحه ماشي بستبس كويسه جدا، سواء في تعاملاته مع الناس وهندله المشاكل لو في مشكله، او في توفر قطع الغيار، او في تصليح الاعطال. المكنه فعلا جمعت حاجات كتيره جدا صعب تلاقيها في اي براند تاني في مصر، ولكن زي ما قلت ما عنديش مكان فكنت مضطر ان انا ابيعها. انا بقول دلوقتي الكلام ده وانا عارف انه مش هيتاخد عليا لان انا خلاص بعتها، فهي مش عندي، فمحدش هيطلع يقول لك ده بيعمل ماركتنج ليها او ان هو من مصلحته ان هو يحسن فيها، لا هي ما بقتش عندي. فانا بقول فعلا شهادة حق، والله انا بحلف لو كان عندي مكان انا فعليا كنت هفكر ما بيعهاش.
وحتى الكومنت اللي اتكلمت فيه في الفيديو بتاع البريستا برو في حته ان الشوت ممكن ينزل من ناحيه اليمين اكتر من الشمال او العكس شرحناه في فيديو بعدها، وعملت كذا تجربه وكانت النتيجه ان المكنه ما فيهاش اي مشكله، بالعكس المكنه كويسه جدا. المشكله بتبقى في طحنه البن، ممكن مش مظبوطه، محتاج انك تعدل في طحنه البن شويه، انك مش عامل فك تكتلات، انك مش عامل توزيع كويس، مش عامل تامبنج كويس. فالمشكله ما كانتش في الماشين. السكرين شاور بتاعتها ما فيهاش اي مشكله، لان السكرين شاور لو كان فيها مشكله كانت كل الشوطات كانت هتبوظ، ولكن المكنه كانت في العادي بتطلع لي شوطات كويسه جدا. وانا استخدمتها في فيديوهات اللي هي البروموهات الصغيره اللي احنا بنشوفها في الفيس عندي على الصفحه، وكانت كويسه جدا. فالمكنه ما كانش فيها اي مشكله تذكر فعليا، حتى لحظه بيعي انا ما شفتش فيها اي مشكله. طب ليه جبت روكت وما جبتش الفي بي ام، وخصوصا ان الفي بي ام موجوده في مصر وليها توكيل وهيبقى متوفر لها قطع غيار وتم استخدامها كذا مره من كذا حد وبيشكروا فيها؟ بصراحه انا لما جيت شفت الاوفر بتاع الروكت ساعتها لما جيت اشتريت، كان سعرها في الاوفر قريب قوي من سعر الفي بي ام، وما كنتش حاطط في دماغي انها ممكن يدفع عليها فلوس اكتر عشان تيجي. انا قلت ممكن اخلي حد من صحابي، اي حد جاي يجيبها لي معاه، وبالتالي ابقى انا وفرت مبلغ كبير وعشان كده اشتريت. ولكن طبعا بعد ما اشتريت اكتشفت ان هي وزنها اكتر من 25 كيلو، فكان صعب ان حد يجيبها، وبالتالي اضطريت ادفع مبلغ اكبر عشان توصل لي في مصر، ووقفت عليا بمبلغ قريب جدا من سعرها في مصر. بس كان خلاص انا اشتريت وقدر الله ما شاء فعل. انا مش متضايق، لاني انا بعد استخدامي للفي بي ام واستخدامي للروكت، لا في فرق واضح جدا بين الشطات. هل الفرق ده يخليني ادفع ضعف المبلغ؟ دي حاجه بقى نسبيه بين كل واحد والتاني، ولكن زي ما وضحت انا كنت ساعتها خلاص مجبر، فما كانش في قدامي حل غير كده، فقلت قدر الله ما شاء فعل، ادينا ايه بنصرف. اكني رحت جبت قهوه من كوستا ولا حاجه، وطالما جت يبقى ربنا قدر الحمد لله على كل شيء. انا حاليا سعيد بيها بصراحه، لان فعلا بتديني نتيجه رائعه وبتوضح لي طعم النوتس بتاعه كل قهوه. هل بعد استخدامي للروكت والباريستا برو في فرق؟ ما ينفعش ما يبقاش في فرق. احنا بنتكلم في ماشين ب 9300 جنيه وماشين ب 30000 جنيه، فهي اكتر من 3 اضعاف السعر، فطبيعي هيبقى في فرق. ولكن خلينا نقول نقطة مهمة جدا. الروكت مع انها روكت والناس كلها بتدور عليها، الا ان فيها عيوب معروفة. انا بتكلم طبعا عن الابارتمنتو اللي هي عندي حاليا، عيوب معروفة لكل اليوزرز اللي بيجيبوها، ولما بيجيبوها بيعملوا ابجريدز الحاجات. ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ عشان اوضح ان الروكت مع العلم انها طبعا براند عالي جدا والناس كلها بتدور عليها ولغاية دلوقتي الناس بتشتريها، مع انهم عارفين ان هم يعملوا ابجريد للحاجات دي، ولكن بيشتروها. ليه؟ لانها اثبتت وجودها، لان اي حد لما بيجي يدفع فلوس في حاجه بيفكر ويوازن بين البنفيتس وبين العيوب اللي ممكن تبقى في الماشين. زي ما قلنا قبل كده العيوب دايما نسبيه، هل العيوب دي بالنسبه لي عيب قاتل ولا ممكن يتدارك واصلحه؟ فاي حد بيروح يجيب الروكت بيبقى عارف انه هيغير الشاور سكرين، هيغير الجوان، هيستعمل بساكت معينه، هيستعمل بورت فلتر معين، حابب يزود تحكمه اكتر، بيركب التمبريتشر جيج اللي احنا مركبينه على الجروب هيد هنا عشان يتحكم في درجه الحراره كمان، او يعرف الحراره بتاعت المايه اللي داخله على القهوه. فده معناه يا جماعه ان مفيش ماشين خاليه من العيوب مهما كانت غاليه، ولكن كل واحد بيوازن وبيفاضل على حسب امكانياته على حسب دماغه. الباريستا برو لما كانت عندي انا كنت بجرب انواع بن، كانت بتطلع لي فروقات وياما طلعت فروقات، ولكن لما جربت نفس الانواع مع الروكت الفروقات اختلفت. زي بالضبط كده مثلا لو القهوه اللي انت بتشربها فيها نوتس تشوكلت او نوتس، فانت في الباريستا برو كنت بتحس بطعم الشوكلت والنوتس دي بنسبه 5%، مع الروكت لا بتوصل معاك ل 9% وممكن توصل ل 10%. انت بتحس بطعم الشوكلت، بتحس بطعم النوتس. لو بتقارن بين نوعين قهوه الاثنين فيهم نفس النوتس هتعرف تطلع الفرق. فده كان السبب الاساسي اللي خلاني اجيب الروكت، عشان اقدر ابجريد من المحتوى بتاعي اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي، وفي نفس الوقت ما اظلمش اي نوع قهوه انا بعمل له مقارنه. فده كده كان فيديو سريع اجابه للاسئله اللي اتسالت مؤخرا. ليه بعت الباريستا برو؟ ليه جبت الروكت؟ هل فعلا الباريستا برو فيها مشاكل؟ اظن ان انا كده جاوبت على كل حاجه، فارجو ان الفيديو كان مفيد لحضراتكم وجاوب على الاسئله اللي اتسالت كتير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.